أهلا بكم معنا على أثير مونتي كارلو الدولية وحلقة جديدة من برنامج حياة وناس. أهلا بكم جميعا. تحت عنوان محو الأمية وتنمية المهارات يحتفل العالم لهذا العام باليوم العالمي لمحو الأمية وتعليم الكبار. وقد تعتقدون بأننا اليوم وفي ظل التكنولوجيا والتطور الرقمي ورغم ما أحرز من تقدم قد قضينا على الأمية الأبجدية وبأنها أصبحت من الماضي، ولكن الأرقام خاصة في عالمنا العربي تشير إلى عكس ذلك. فنحن اليوم لا نتحدث فقط عن أمية أبجدية، بل هي أوسع من ذلك وأصبح أساسياً ربطها بالتنمية لكي يمنح الأفراد القدرة على تقرير مصيرهم. فمحو الأمية هو حجر الأساس الذي تقوم عليه التنمية الفردية والجماعية طبعاً. واليوم أردنا أن نرى ما تم إنجازه على الصعيد العربي في مجال مكافحة الأمية. ما هو الجديد؟ هل البرامج الموجودة طبعاً في العالم العربي تربط ما بين تعليم الكبار والتنمية؟ هل ما زلنا بالعالم العربي ننظر للأمية كما كانت بالمفهوم التقليدي، أم تجاوزنا المفهوم القديم ليصبح تمكين وتعزيز مهارات؟ هل البرامج الخاصة بمحو الأمية تقوم بتوجيه الناس للمخرجات الاجتماعية والاقتصادية ويصبح للأفراد دور في صنع السياسات الخاصة بهم؟ ما هو دور المجتمع الدولي والحكومات ومنظمات المجتمع المدني في ذلك؟ وما هو واقع تمويل التعليم؟ هل هناك دعم؟ ما هو واقع الأمية في بلاد النزاعات والطوارئ؟ وأسئلة أخرى سنحاول الإجابة عليها اليوم مع ضيوفنا اللي بيسعدنا أن يكونوا معنا هنا في استوديوهاتنا في مونتي كارلو الدولية: الأستاذ الدكتور عبد السلام الجوفي، وزير التربية والتعليم في اليمن سابقا، مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج، عضو اللجنة التوجيهية العليا للتعليم 2030. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا. أهلين وسعدنا وجودك معنا هنا اليوم. وبسعدني أيضا أن يكون معنا الأستاذ رفعت الصباح، السكرتير العام للحملة العربية للتعليم، مدير عام مركز إبداع المعلم. أهلا وسهلا فيك معنا. وأنت موجود أيضا عضو اللجنة التوجيهية العليا كذلك للتعليم 2030، وربما هذا يعني رح أسألكم عنه، يعني ما هي هذه اللجنة العليا للتعليم 2030 وما هي أهمية وجودها وشو الهدف أيضا من وجودها؟ ولكني ربما بداية نتحدث عن محو الأمية، ونحتفل كل عام بمحو الأمية والقضاء على الأمية، وكل عام بنقول ربما الوضع كان أفضل من السابق، أليس كذلك؟ وهو التعليم كما نعلم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعني بنقول إنه أصبحت من الماضي، ولكنه يعني الأرقام تعطي عكس ذلك. فياريت نتحدث اليوم عن بعض هذه الأرقام، والأستاذ الدكتور ربما تعطينا صورة عامة عن الخليج العربي. شكرا جزيلا، شكرا لك أستاذة، وشكرا لإذاعة مونتي كارلو على هذه الاستضافة، وهي الحقيقة مناسبة أن نهني كافة العاملين بقطاع التعليم بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأيضا في بداية العام الدراسي الجديد. نعم. وفي الواقع بأن التعليم دائما يقال بأن الحديث عنه هو حديث ذو شجون، حديث معقد، حديث لا يكون في اتجاه واحد. الحقيقة الوطن العربي إجمالا هناك إشكالية، هذه الإشكالية تتمثل في مظهرين أساسيين. المظهر الأول هو مظهر الإتاحة. ناضل العرب جميعا منذ بداية عصر النهضة وحتى اليوم على الإتاحة للتعليم، وكان هناك والموضوع الإتاحة بما معنى أننا نحارب جذور أو منابع الأمية اللي هي أساسا توحيد أو إتاحة التعليم الأساسي والثانوي للبنين والبنات. نعم. وهذا كان هناك إشكالية اجتماعية، إشكالية فنية، إشكالية تمويلية، وأيضا تختلف مظاهر هذه الإشكالية من بلد إلى آخر ومن وقت إلى آخر حتى داخل البلد الواحد نفسه. نعم. الموضوع الثاني وهو موضوع الجودة. وبالتالي حتى مع توفر الإتاحة النسبية وتطورها نتيجة الجهود التي بذلتها الدول في هذا المجال، لكن أيضا ظل موضوع جودة التعليم في العالم العربي محل تساؤل كبير جدا حتى اليوم. حتى الآن جميع الدول العربية بلا استثناء هي أقل جودة التعليم على مستوى العالم، يتنافس العرب فيما بينهم على ذيل القائمة من أول فقط فيما بينهم. أما على المستوى العالمي فالاختبارات، فالقياسات الدولية
اللي هي واسعة النطاق، سواء كانت اختبارات تيمز أو اختبارات بيرز أو اختبارات بيزا، تؤكد على أن مستوى أداء الطلبة العرب ومخرجات التعليم في المنطقة العربية ما زالت محل تساؤل كبير جدا، وما زالت تعاني كثير من هذه القضايا. والخليج ليس خارج عن هذا الموضوع، ولو أن في منطقة الخليج الحقيقة نتيجة الجهود ونتيجة الوفرة المالية الكبيرة، ونتيجة أيضا أن المجتمعات فيها مجتمعات صغيرة، قطع الموضوع محو الأمية شوط كبير جدا في هذا المجال. وأستطيع أقول على أنه محو الأمية في منطقة الخليج العربي، نعم، إذا قررناها ببقية مناطق الدول العربية باستثناء فلسطين وباستثناء الأردن، تكون دول الخليج هي في قائمة الدول التي حققت إنجازات معقولة جدا في هذا المجال، تتراوح ما بين 2 إلى 6%، أصبحت الأمية لا تزيد عن 6% و2% في أغلب الدول الخليج العربي. 6% السعودية، لا السعودية 5.3%، هي كانت في السابق 13% في 2009، يعني نتيجة الجهود التي بذلتها السعودية وصلت الآن إلى 5.3%، في الإمارات وفي قطر وفي حوالي 2%، في الكويت بنفس الكيفية تزيد أو تقل يعني، وعمان بنفس الكيفية وصلت، البحرين أيضا 2%، وبالتالي أنا أستطيع أقول أنه هذا رقم جيد. لكن الإشكالية في بقية الوطن العربي والسكان الكثير، عندما تكلمي حتى على 2% لو قسيها في دولة عدد سكانها 70 مليون، 2% يمثل رقم كبير، بينما في دولة عدد سكانها 150 ألف الرقم أيضا يمثل عدد بسيط. فما بالنا إذا تكلمنا على مصر 25% أو حوالي 20%، يعني من 90 مليون، بما معنى نحن نتكلم على أرقام مهولة وأرقام كبيرة في الوطن العربي. هذه الأمية الأبجدية. أمية المهارات فهذا موضوعنا. سنتحدث عن أمية المهارات التي أصبحت اليوم يعني تدخل في تعريف الأمية، أليس كذلك؟ ويجب أن ربطها بالتنمية اليوم. أعود إذن أستاذ رفعت الصباح، أنا سعيد جدا أنه تعرفنا عليك، يعني تحدثنا بالهاتف عدة مرات وأجرينا لقاءات، ولكن اليوم أنت موجود معنا في استوديوهاتنا. أستاذ رفعت، دعنا نتحدث الآن عن باقي الدول العربية، نعطي صورة عامة. وتحدث طبعا الأستاذ الدكتور عبد السلام الجوفي كيف تطورت الأوضاع في بلدان الخليج العربي، يعني في تقدم كبير بالنسبة لباقي العالم العربي. يعني نحن نعلم بأن هناك بلدان مثل سوريا تقريبا كانت في قمة، يعني تقريبا أضط على الأمية، اليوم أصبحت النسبة كبيرة جدا. هذا داخل سوريا، وماذا عن خارج سوريا اليوم في اللاجئين والنازحين اللي أصبحوا موجودين في كل البلدان العربية؟ إذا نتحدث بصورة عامة عن النسب وكيف يتم قياس هذه النسب، وبعد ذلك نعود للحديث. يعني نعم، يعني باقي البلدان اللي تفضل فيها الدكتور، موريتانيا 47%، بتحكي عن نص الشعب الموريتاني أمي. نعم. بتحكي عن السودان، اليمن، اليمن كارثي. سوريا فوق 30%، وهذا إذا درنا كان صفر أمية، الآن يعني فوق 60%، يعني إذا بدك 60. إذا بدك إحصائيات دقيقة، أنا إلي موقف من كل الإحصائيات، يعني كيف بيتم قياس نسبة الأمية في الوطن العربي، وكل التركيز على عدم القراءة والكتابة والحساب. طبعا المفهوم الشامل طبعا النسبة أوسع من هيك. بتزيد في هذا الموضوع. فالعراق بتحكي عن موريتانيا، السودان، العراق، الجزائر، المغرب، النسب عالية جدا، يعني بتحكي ما بين يمكن 30-50% تتراوح بين بلد وبلد الأمية. نسب كبيرة، ونسبة الأمية 56% نساء. نسب. يعني النسبة الأكثر في الأمية هي في النساء، وأيضا الأكثر في هذا الموضوع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي هناك أيضا تساؤلات حول سياسات الدول فيما يتعلق في هذه الفئة والجهود والاستراتيجيات التي ليس فقط في مجال التعليم، ولكن أيضا في دمجهم في الحياة العامة، في الاهتمام بهم لذوي الاحتياجات الخاصة. ربما هذا يحتاج إلى حلقات، يعني ليس هناك اهتمام بهذه يعني النسبة الموجودة في العالم العربي. لست أدري، يعني هذا بده يحتاج لحلقات، ليس فقط مجال التعليم، ولكن اليوم نتحدث عن الأمية. إذن هناك أمية كبيرة في، وأنا اعتقادي أنه أنا في ظل وضعية نظام التعليم في العالم العربي قاطبة،
أنا بشك أنه يظل محاربة الأمية يعني بالاتجاه الإيجابي، بمعنى لن يستطيع نظام التعليم الحالي أن يمنع الأمية، لسبب إذا كان نظام التعليم بشكل عام مبني على احتياجات النظام السياسي لا يستطيع التعامل مع كل الإشكاليات. من أي ناحية؟ يجب أن يكون نظام التعليم مبني على احتياجات المتعلمين، احتياجات الناس، يكون لهم دور، هم يتحدثوا. إذا بنى نظام التعليم بناء على احتياجات المتعلمين تستطيع محاربة كل الإشكاليات بما فيها الأمية، بمعنى أن رؤية التعليم يجب أن تنبثق من رؤية مجتمعية عشان الناس تقدر تدافع عنها. إشراك إذن، تكون مشاركة. رؤية تكون رؤية مجتمعية للتعليم. الآن ما يجري في كل الدول العربية قاطبة النخبة اللي بتحط الرؤية، النخبة اللي بتقرر في شكل وحتى المناهج وإلى آخره، المتعلمين مشاركتهم ربما هاي لا ضعيفة، يعني وهذا إحدى الإشكاليات ضعيفة. أنا بنظري نعم، إذا هي ربما ليست من احتياجات تحكي الناس عن العاديين. نسب الآن الصفوف الابتدائية بتحكي عن 7% من الطلاب في معظم الدول العربية هم متسربين، يعني الأمية قاعدة بتزيد يعني معك. أنت بتحاول تعالجها ما بعد المدرسة، ولكن أيضا مدخلاتها قاعدة بتأثر في زيادتها. هذا ممكن يرتفع أكثر. يعني تحدث ربما الأستاذ رفعت عن عدة يعني أمور مهمة جدا ممكن حضرتك تعقب عليها، نظام التعليم الحالي ودوره أيضا في ارتفاع نسبة الأمية في العالم العربي، وأيضا عدم إشراك المجتمع المدني وعدم إشراك أيضا الأميين ربما في وضع هذه السياسات اللي بتهمهم. هو الحقيقة الموضوع التعليم ليس موضوع مؤسسة الدولة أو مؤسسة تعليمية وحدها، لكنه اليوم أصبح بمفهوم الجديد هو مسؤولية اجتماعية. ما لم تكون هناك مشاركة اجتماعية حقيقية، وعليه إذا لاحظنا أنه من أهداف التنمية الألفية واحد من الأهداف المشاركة، بما معنى أنه العمل المشترك. لا يمكن لمؤسسة الدولة بإمكانياتها وخاصة الدول الفقيرة، لا يمكن مهما امتلكت من مهما سخرت لها من إمكانات، لا يمكنها أن تقضي لا على الأمية ولا أن تحسن جودة التعليم ما لم يكن هناك مؤسسة، ما لم يكن هناك مشاركة مجتمعية كاملة. الأمية القضاء عليها من الصعوبة بمكان بالكيفيات التقليدية والوسائل التقليدية. نحن نتكلم على مؤسسات مجتمع مدني، نتكلم على أحزاب، نتكلم على منظمات، نتكلم على مؤسسات غير ربحية، نتكلم على مؤسسات دولة. وبالتالي هذه هي التوجهات التي يمكن العالم يضحك علينا في المنطقة العربية، أنه اليوم في نحن في عام 2018 وما زلنا نتكلم على الأمية الكرائية والأبجدية، لكن هذه هي الإشكالية. نحن جدد على نظام التعليم، وعندما بدأت الدول وبدأت دخل التعليم في المنطقة العربية بدأ على الاستحياء، وبدأ وكان هناك وسائل أو محاولة لإقناع أولياء الأمور بدفع أبنائهم وبناتهم للمدرسة. لحد ما بدأوا يقتنعوا هناك فجوات مالية، فجوات تمويلية، هناك فجوات ثقافية، ثقافة المجتمع لها دور. والمدرسة لم تعد هي المتحكم في عملية التربية التعليمية. اليوم أصبحت التلفاز وأصبح الأيباد وأصبحت الواتساب والفيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في التنشئة أكثر من المدرسة بكثير، وعلي لم تعد المدرسة هي المكان الوحيد الذي يؤثر على الأفراد، ولم تعد المؤسسة الوحيدة التي تعلم. التعليم اليوم بمفهومها الشامل لم تعد، وبالتالي لابد من تكافر الجهود، لابد من تتعاون كل المؤسسات التنشئة، سواء كان من المؤسسات الدينية، سواء كان المؤسسات الاجتماعية، سواء كان من الأندية الرياضية، سواء كان من الأحزاب، مؤسسة المجتمع المدني، كل هذه ما لم تتكاتف الجهود برؤية مشتركة داخل الدولة الواحدة بالتوجه واحد. وأنا أؤكد ما قالها الأستاذ رفعت الحقة وأثني عليه، أنه بالفعل يعني كثير من السياسات التي تصنع من إما من أبراج عاجية أسد الجامعات أو من طبقة سياسية محددة، لكن اليوم التوجهات الجديدة العالمية لابد أن يكون تنبع من حاجات المتعلمين أنفسهم، من حاجات المشاهد. ماذا نريد؟ هل هدف القراءة والكتابة هو هدف نهائي؟ هل هو هدف هو الهدف الهدف الذي السامي الذي نريد أن نحققه، أم أنه القراءة والكتابة هي وسيلة لتحقيق جملة من الأغراض والأهداف والمهارات وغيرها؟ هذا هدف التعليم، أنه نغير نظرتنا ربما التعليم. التعليم يحقق النمو الاجتماعي
ويحق النمو الاقتصادي ويحق النمو السياسي ويحق أيضا السلم ويحق أيضا رفاهية الأسرة. هذا كله أهداف التعليم. إذن القراءة والكتابة هي وسيلة للوصول لهذه. نعم. نتكلم عن مكافحة الإرهاب. لا يمكن أن نكافح الإرهاب بدون أن نكافح الأمية، لا يمكن إطلاقا. نحن نريد أن نكافح الفقر، لا يمكن أن نكافح الفقر بدون أن نكافح الأمية. كيف نتكلم على مياه نقية أو ترشيد حتى اقتصاد الأسرة والفتاة غير متعلمة؟ نعم. هذه الأساس. يعني الذي سوي أيضا تعرف ما هي حقوقها، حتى عملية الإنجاب نعم. عملية نعم. تحديد نعم. الناس وغيرها، كل هذه القضايا. إذن التعليم هو الأساس. التعليم هو الأساس من أجل التنمية. بالضبط. ليس فك الخط، ليس معرفة جدية القراءة والكتابة، هي النظرة الشمولية، ليس كذلك؟ في قضيتين. وعلي من هنا أنا، ولهذا أنا أكدت على كلام الأستاذ رفعت أنه حاجات المتعلمين وحاجات المجتمع هي التي ينطلق منها أساس فلسفة التعليم وأهدافه وأغراضه وأيضا وسائله. لازم في قضيتين مهمات. نعم أستاذ رفعت. القضية الأولى أنه ما بيتم التركيز على المخرجات الاجتماعية للتعليم. يعني بمعنى أنا، هذا أنا كنت حابة أسألك إياه على المخرجات، يعني ولكن شو رأيك قبل ما نتحدث عن المخرجات الاجتماعية والاقتصادية أيضا الذي يجب النظر إليها، ليس كذلك؟ حتى يكون تعليم 100% ويكون هناك يعني يحصل على ما أرادوا من وراء التعليم. انضم لنا الآن أستاذ زاهي عازر، الأمين العام للشبكة العربية للتعليم الشعبي من لبنان. شو رأيكم لو نشوف الوضع في لبنان وأيضا نشوف أزمة، هناك أزمة يعيشها العالم العربي وهي أزمة المدرسة، ربما أيضا شاركت في وصولنا إلى ما نحن به، إذا هذه الأرقام ربما المرتفعة جدا في عالمنا العربي. أهلا وسهلا فيك أستاذ زاهي عازر. أهلا فيكم جميعا. أهلا، بسعدنا وجودك معنا. نعم بلبنان يعني. نعم أستاذ بس عم حاول أن أجيب على نعم. اولا بلبنان يعني هي نفس المشكله، انما لبنان شوي اخف، لانه الحقيقه حقا الحكومه قامت بمجهود كبير على مستوى التعليم الرسمي، ان كان فيما يخص الناجحين او فيما يخص الاصلاح التعليمي. نعم. يعني ضبط شوي الامور، رغم انه ارقام الاميه كمان بالنسبه للبنان مرتفعه وقد تقارب بسهولة 20%. في لبنان 20%. بس أستاذ زاهي، إذا حضرتك بتحكي عن طريق يعني إذا حاطت السماعة ياريت تقيمها، يعني ياريت تتحدث معي بالهاتف لأنه صوتك مش واضح. لا بالهاتف أنا بحكي. نعم. إذن النسبة مرتفعة 20%. طب إلى ماذا يعود ذلك؟ لأنه لبنان يعني بلد متقدم أليس كذلك، وخاصة في المنظومة التعليمية. هل هناك فشل منظومة تعليمية اللي بتأدي الانهيار ربما المستوى التعليمي وابتعاد الطلاب؟ طبعا هناك عدة عناصر، يعني عناصر الوضع الاقتصادي للناس ينهار، وضع الأستاذ والمدرسة الرسمية ينهار. نعم. وهناك تسرب مدرسي مثل كما في عدة دول، أقل من الدول العربية أكيد يعني، بس إنه هناك ظاهرة تسرب مدرسي وهناك حالة النزوح. وكل هذا يعني عناصر، وأظن إنه بالدول العربية للأسف ما في معايير شوي دقيقة في قياس الأمية. نعم. يعني إذا بدنا نستعمل المعايير الدقيقة أرقام الأمية ستتضاعف في أي دولة عربية. إذن يعني نحن حسب أي معايير عم نستعمل. نعم. يعني القراءة والكتابة مثلا هي أسهل وسائل القياس، ولكن عشان ما حدا بيقول الارتداد إلى الأمية، قديش نسب الارتداد إلى الأمية، ما حدا بيقول قديش هذه الأمية، كيف تم قياسها في الأدوات التي قيست بها، وهل هي صح؟ وهناك غالبا أرقام سياسية، هناك غالبا أرقام أنه تجنب الفشل في المؤسسات الحكومية، يعني كل هذا يلعب دورا كبيرا. أنا بس أعطيك مثلا، البنك الدولي بيقول بالعراق اليوم إذا بشوف الأرقام، البنك الدولي 80% 70% يعني الأمية بالعراق.
فهذه الأرقام عادة نتجنبها أو يتم تجنبها يعني لأنها صعبة صعبة وتضعنا أمام حالة معقدة. نعم يعني إذا في لبنان اليوم نتحدث في العالم العربي نعم عن 20% إذن في لبنان. نعم. سأعود لك للحديث عن البرامج الموجودة اليوم وهل هي كافية نوعا وكما أيضا لاحتواء هاي المشكلة، ولكني أعود للأستاذ رفعت الصباح اللي كنت حابب تتحدث طبعا عن المشاركة المجتمعية كذلك والاقتصادية. طب هل يعني ما هو الجديد؟ خلونا هلأ ندخل بالتفاصيل، يعني شو هو الجديد اليوم؟ نتحدث كل عام ونحتفل كل عام باليوم العالمي لمحو الأمية، طب هل البرامج الموجودة في العالم العربي ربطت بين تعليم الكبار والتنمية اللي مهم جدا اللي تحدثنا عنه أنه التعليم هو الأساس من أجل الوصول إلى التنمية يكون هو الأساس وبعد ذلك يتم تأهيله من أمور أخرى أهم من ذلك؟ تقرير اليونسكو بشير لتقدم في هذا المجال وأنه هناك في يعني تقدم محرز بما يتعلق في البرامج تعليم الكبار أدواتها محتوياتها وإلى آخره. نعم. ولكن أنا برأيي أنه في عندنا إشكالية إحنا أساسية في سواء كان في تعليم العالم أو تعليم الكبار أو محو الأمية، إحنا لم ندخل الحداثة بعد. لم ندخل الحداثة بعد يعني بمعنى نعم لازلنا بنناقش قضايا اجتماعية بديهية، تطلع المرأة ولا ما تطلعش، تشتغل ولا ما تشتغلش، تعمل ولا، هذه قضايا الناس تجوزوها. نعم. قضايا كثيرة لحد الآن نتساءل عن قضايا لها علاقة في الديمقراطية، لها علاقة في المشاركة. نعم. في المساءلة، هذه قضايا العالم كله تجاوزها، إحنا في العالم العربي لازلنا نناقش. نعم. فإشكالية النظام التعليمي بنظري هي له علاقة إنه إحنا ما زلنا ما قبل الحداثة. والنقطة الثانية إنه لا يتم التركيز على المخرجات الاجتماعية للتعليم، بالغالب أكثر من الروح للمدخلات. يعني إذا بتحكي عن واحد على الوزارة بسمعنا يحكي إنجازات الوزارات، أنا بقول لك دربنا 1000 مدرس، طبعنا مناهج، عملنا أبصر إيش وإلى هاي مدخلات. هاي كلها مدخلات، بالمفترض أنك أنت تراقب وتقيم المخرجات الاجتماعية. يعني أنا في نهاية المطاف مثل ما تفضل الدكتور عبد السلام، أنا شو بدي في طالب بيجيب بالنهاية حتى 100% في الرياضيات وبروح فجر حاله، ولا 100% ولا بروح بضرب أخته، ولا 100% بس هذا ما بنهتم فيه احنا في العالم العربي. هذا انا برايي انه نتحدث عن فقط المخرجات الاجتماعيه. نعم. وايضا المخرجات الاقتصاديه بمعنى انه التعليم في النهايه ايضا بده يلعب دور في السوق، بس مش لا يعني لبعيد. النهاية احنا مش قاعدين بنخرج سواء في برنامج محو الأمية او في البرنامج التعليم العام ناس مشان يشتغلوا، احنا من ايضا بنخرج ناس مشان الحياه. احنا انت تخيلي هلا في اليمن وفي في سوريا وفي العراق وفي ليبيا شو الوضع، وبالتالي أنا بدي أخرج الناس مشان ما يصيرش هذا الوضع، أنا بدي أخرج الناس مشان يصير فيهم في عندهم تسامح بين بعضهم، مشان يقبلوا آراء بعضهم، مشان يحلوا مشاكلهم بشكل سلمي ويحترموا بعضهم. نعم. ويحترموا فكر الآخر ودين الآخر يكون، وهذا سبب اليونسكو في الهدف الرابع بيحكوا عن المواطنة العالمية بما فيها تعليم الكبار. يعني كل برامج تعليم الكبار في العالم العربي وبرامج محو الأمية لا تركز، ما زالت تركز يعني في الجانب الأكاديمي، ما بتم ربط برامج تعليم الكبار في قضية التنمية. التنمية هي تحسين نوعية حياة الناس. نعم. فبالتالي إذا البرامج اللي تستهدف المزارعين والعمال والنساء ما حسنت من أوضاعهم المعيشية والحياتية والإنسانية شيء. فبالتالي أنا شو برامج محومية اللي ممكن تفيد، فبالتالي ربطهم بالتنمية بس أفك الخط ضروري. ربما أيضا تبعدهم أيضا، يعني ربما تبعد هؤلاء الأميين عن الدخول في مجال التعليم، لأنه لما أشوف أنه أنا رح يعني حياتي رح تتحسن، رح أجد عمل، رح أعرف أتعامل، ما بعرف مواد كيماوية كيف أستخدمها تفيدني في حياتي اليومية، ربما هذا بيجعلني أيضا أذهب إلى المدرسة وأتعلم أكثر وأكثر وليس فقط فك الخط. ما رأي حضرتك الأستاذ دكتور عبد السلام؟ هو أولا نتحدث عن اليمن، يعني أنا عندي أولا أنا أقول على أن قضية التحفيز هي قضية غاية في الأهمية، ما لم يكن هناك دافعية للتعليم. التعليم ما معنى أنه أنا ماذا أريد بالتعليم، ما لم التعليم يحقق لي يعني أهداف وأغراض تنموية ذاتية ومجتمعية
يبقى التعليم ما بيعملش حاجة، وهذا هو اللي أدى إلى عملية التراجع والنكوص في عملية التربوية التعليمية سوق العمل. يعني المعلق الآن اللي حدث سواء كان في اليمن أو في غيرها، أو في عندما يكون هناك بطالة كثيرة جدا خرجين جامعات ما لقوش وظائف عمل، لم يرتبط التعليم بالعمل، والدولة الاقتصادية ضعيفة، هذا أدى إلى أن الدافع إلى التعليم أصبح ضعيفة، سواء وخاصة في الدول الفقيرة. هذه قلة الدافعية أدت أيضا إلى النظر إلى التعليم كعملية ديكورية وليست عملية احتياجات وتحقيق أغراض وأهداف. وفرغت التعليم من محتوى الأساسي اللي قلنا إحنا إنه التعليم يحقق شيء، يحقق اللي هو الذاتية، ويحقق النمو الذاتي، ويحقق النمو المجتمعي. عندما قلت الدافعية، عندما قلت الدافعية أصبح نظرية التعليم عبارة عن شهادة ومخرجات وفقط، يحفظ الدرس ويحفظ المعادلة الرياضية ويحصل على 100% ويمارس سلوكيات لا علاقة لها بالدرس الذي أخذه، والمدرس أيضا يعلم دون أن يتأكد من تحقيق الأغراض والأهداف، لأنه أصبح عبارة عن واجب من أجل المرتب الضعيف الذي يأخذ المعلم. ألا تتفقون بأن المنظومة التعليمية في العالم العربي تخرج على هذا الأساس؟ لا 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 لا، أنا ما هوش مباشرة، لا هناك من أنا يقول لا أن المنظومة أريد أن أتحفظ على هذا يجب ممكن، بس أنا رأيي دكتور أنه لا يصرف وقت كافي للنظر في الجوانب الاجتماعية ودور الاجتماعي للتعليم. بمعنى يا أخي اسأل حالك ليش الناس بعدها بتكذب وبتسرق؟ يعني انت الناس حتى اذا بدك تخرج للسوق الناس ما بتثق بالسوق، يعني الاخلاق القيم الموجودة لا زالت احنا بننتقدها، بمعنى لكن بنقوم فيها انه الطالب ننتقدها بس عمالنا بنمارس نفسي. استاذ رفعت، احنا ايضا نظرتنا للمدرسة بهذا القوة ان المدرسة هي مؤثرة في الفرد الى الدرجة هذه وان هي المعامل الوحيد، هذا نظرة ايضا تقليدية. ليست هي العامل الوحيد. لا اقول لكم، في السبعينيات وفي الستينيات من القرن الماضي كانت المدرسة تمثل عامل رئيسي كبير جدا في عملية التنشئة، وكانت هي العامل الرئيسي. اليوم المدرسة هي أضعف العوامل، هي واحد من 14 عامل لكنها أضعفها. نعم. يعني اليوم يعني الإعلام الحديث والإعلام وثقافة الاتصالات الجديد والعالم الاتصال الجديد يؤثر في التنشئة عشرات المرات ما تؤثرها المدرسة ويؤثرها المعلم. لم يعد المعلم هو القدوة، المعلم في السابق كان هو قدوة. نظام التعليم أيضا في بعد سياسي يا دكتور، يعني بمعنى أنا إحدى الإشكالات الموجودة لازال قضية المساءلة في العالم العربي ضعيفة، وبالتالي المجتمع لا يستطيع مساءلة الحكومات فيما يتم إنجازه فيما يتعلق بأهداف التنمية. يعني هذه القضايا هي اللي بتخلي مخرجات الاجتماعية للتعليم أو حتى المخرجات الأكاديمية هي ما زالت تراوح تقليديتها. يعني مثلا حتى تقارير اللي بتعطوها الدول، أنا بنظري هذا وجهة نظري، احيانا تميل للاستعراض والانجاز. يعني بمعنى احنا من المفترض يكون تقاريرنا هي تقييميه، نشوف وين نقاط القوه ونقاط الضعف في كل البرامج. يعني حتى تقرير متعلق في محو الاميه بالغالب الدول بتحاول تعمل شيء ايجابي. نعم ايجابي نعم. بالضروره هذا التقرير يعني يكون انا بقدر استخدمه مشان اطور، يعني مش انه بس انا بدي اعمل استعراض للانجازات. ما زال هناك عمل يجب ان يكون في عالمنا العربي، ربما ننظر بصورة مختلفة، ربما بالتأكيد أنه ما زلنا بحاجة إلى أنفسنا بصورة مختلفة. سأعود لك لأنه اليمن مهم جدا نتحدث عنه بعد قليل، ولكن الأستاذ زاهي ما زال معنا. أستاذ زاهي أهلا وسهلا فيك معنا مرة أخرى، يريد نتحدث عن طبعا البرامج التي طبعا في لبنان، هل هي برامج موجودة نوعيا وكميا تكفي لاحتواء هذه الأعداد سواء متسربين من التعليم وغيرهم؟ سريعا تفضل سيدتي. سريعا، مشكلة البرامج في لبنان هي كما في معظم العالم العربي، هي برامج ثابتة منذ سنين وهي لا تواكب رؤيويا أي تطور، يعني مثل ما كانوا عم بيقولوا الأخوة. يعني هي جمود هذه البرامج في معظم الدول العربية يجعل محو الأمية حتى في حالة من التخلف الكبير،
وهو بالحد الأدنى القرائي إذا نجح. حتى على هذا المستوى التقنيات بالية في معظمها وما في اهتمام بعملية محو الأمية، وهذا خطأ كبير. تجديد البرامج أو ما يسمى برامج اليوم يفترض تغييرا كبيرا، لأنه نحن نتعاطى مع عالم الكبار وليس مع عالم الصغار وكل الأمور النفسية المحيطة بهم. أنت تتعامل مع الكبار والأعداد تتزايد، والأمية ومحو الأمية لا ينجح في محو الأمية. إذا أستاذ زاهي يعني جدا. نعم إذا هناك أيضا عمل كبير مع اللاجئين أليس كذلك السوريين اللي الأعداد كبيرة جدا في لبنان من أجل دمجهم، ولكن باعتقادي ليس كافي، يعني ربما هذا يحتاج أيضا إلى حلقة كاملة للحديث عن حالات الطوارئ واللاجئين سواء في الأردن في لبنان وفي تركيا وطبعا في اليمن والعراق وغيرها من البلدان. أنا بشكرك أستاذ زاهي عازر الأمين العام للشبكة العربية للتعليم الشعبي من لبنان. معنا الآن أستاذ سعيد سروط منسق برامج تعليم الكبار والتربية غير النظامية في جمعية الأمل للتربية والتنمية من المغرب. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. نعلم بأنه المغرب عمل الكثير من الاستراتيجيات، هناك الوكالة أسست الوكالة الوطنية للمحاربة الأمية أليس كذلك؟ هل هذه الوكالة التي أصبحت هي مسؤولة عن محو الأمية اليوم أضافت أو حسنت من وضع الأمية في المغرب؟ ونعلم أنه النسبة عالية في المغرب. حقيقة نسبة الأمية في المغرب مرتفعة كثيرا. ممكن أن أقدم بعض مثلا أنه آخر إحصاء 2017 تحددت الحكومة عن تقلية نسبة الأمية إلى 30% عوض 43% سنة 2004. نعم. إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ساهم نوعا ما في توحيد جميع المتدخلين. عندنا في المغرب هناك تعدد عمسول المتدخلين، قطاعات حكومية وزارية المجتمع المدني، وبالتالي كان هناك غياب تنسيق انعكس بالضرورة على الأثر عمسول ميداني. نعم. هذا من جهة. من جهة ثانية الوكالة عملت على برمجة مناهج جديدة. نعم. ولكن كما قال الدكتور زاهي عازر أنها مناهج سابقة تقليدية لا تلامس حاجات المتعلمين والراغبين في التعلم. نعم. وبالتالي ستبقى أحد الأسباب في غياب الحافزية لدى المتعلمين وانخراطهم. إذن ليس هناك ربط ما بين تعليم الكبار ومحو الأمية بالتنمية أليس كذلك؟ هذا يبقى دائما أحد الإشكالات الكبيرة سواء في المغرب أو في العالم العربي. نعم. لأن غياب تصورات وطنية تربط بين محاربة الأمية بالتنمية الشاملة القائمة على مشاركة المواطن الفاعلة، نبقى دائما في غياب هذه الأمور نبقى دائما نتحدث عن شعارات. نعم. كل سنة مثلا في المغرب تم إطلاق برنامج محاربة الأمية الوظيفية، برنامج تمكين من أجل التأهيل، ولكن على أرض الواقع عندما نجد أن المتعلمين لا يتوفرون على بنية استقبال مؤهلة يصعب الحديث عن التأهيل. في المغرب مثلا في العالم القروي لا نجد مؤسسات لاستقبال المتعلمين، فكيف يمكن إنجاح برامج طموحة على هذا المستوى؟ نعم. إذا هناك العديد من الأمور التي يجب عملها. سأعود لك للحديث عن ربما المستقبل وما هي الحلول إذا كان يمكن أن توجد حلول. أستاذ الدكتور عبد السلام الجوفي، دعنا نتحدث قليلا اليوم عن اليمن. اليمن الذي يمر بأزمة كبيرة جدا كنا بنعرف عنها وعملنا الكثير من الحلقات عن الوضع الإنساني والوضع الذي يمر به اليمن اليوم، وبصفتك وزير التربية والتعليم في اليمن سابقا دعنا نتحدث عن الأمية. هناك ارتفعت بنسبة كبيرة بالنسبة للوضع الحالي. طب هل يمكن عزل موضوع التعليم عن الوضع السياسي اليوم برأيك؟ يعني لدفعه باتجاه أفضل؟ الحقيقة أولا اليمن مثل الدول التي تعاني من حروب وأزمات طاحنة
يتأثر أول ما يتأثر يتأثر الأبناء والبنات. وبالتالي إذا كنا نتكلم على نسبة أمية 30% في السابق وهي إحصائية قديمة يعني 2011 بالتأكيد بأن هناك جيش جرار قد أنضم إلى هذا الرقم، وبالتالي لا أستبعد أن الرقم هذا قد زاد بكثير، لأن هناك مدارس مغلقة، هناك معلمين متسربين، هناك نازحين، هناك تسرب من المدرسة، وبالتالي مهما بذلت من جهود إلا أن هذه الجهود لا يمكن إطلاقا أن تغطي أن هناك أزمة حقيقية يدفع ثمنها الأبناء والبنات والأمية، واحدة من ظواهرها، واحدة من مظاهرها الأساسية. وأنا أقول على أنه يعني أول من يدفع الثمن هو الأبناء والبنات، وبالتالي الرقم أصبح أكيد الرقم أصبح مضاعف. يعني هناك مدارس مغلقة. إذا كنا نتكلم على العراق، الموصل كان هناك فتحت أمس فقط 500 مدرسة في الموصل كانت مقفلة، والموصل معروف على أن لم يكن فيها نسبة أمية يمكن 4%. في 78 أعلنت الموصل منطقة خالية من الأمية، واليوم 500 مدرسة كانت مغلقة. فما بالنا في اليمن، في اليمن هناك مدارس مغلقة، يعني وفي سوريا مدارس مغلقة، في ليبيا مدارس مغلقة، معلمين متسربين، معلمين بلا رواتب، أزمة طلبة نازحين، وبالتالي هذه كلها معيقات للعملية التربوية التعليمية، معيقات للتنمية، معيقات، وهي عبارة عن بيئة خصبة لما دون التعليم وما دون أهداف التعليم. طب هل يمكن إلزام الأطراف بعدم استهداف المدارس والطلاب؟ نظريا ممكن، لكن عمليا غير ممكن للأسف طبعا. سواء في اليمن، يعني أنا باعتقادي برامج تعليم الكبار في الأوضاع مثل أوضاع في اليمن إذا ما كانت برؤية قد تساهم على الأقلية في التخفيف من الوضع. يعني أنا فلسطين على سبيل المثال في الأزمات، ربما للمنظمات، منظمات المجتمع المدني في العمل داخليا لازم إشراك. لا هي تعمل في تعمل في تعمل لكن اليوم أنت تتكلم على حرب ما زالت مستمرة في فلسطين. في الانتفاضة الأولى برامج تعليم الكبار بسموها التربية الشعبية كانوا، هي ساعدت كثير من تخفيف الاعتداءات على المدارس من قبل الإسرائيليين، وهي سدت الثغرة نتيجة إغلاق المدارس 3 سنين هم مغلقين المدارس. التربية الشعبية ورؤيتها، يعني أنا كنت جزء من العملية اللي منحاول قدر الإمكان تخفف من الآثار في الموضوع. فبالتالي إذا في رؤية وطنية، رؤية مجتمعية لكيف الناس تعالج مشاكلها، أنا باعتقادي ممكن تساهم في هذا الإطار. ولهذا السبب إحنا من طالب يكون في هناك تمويل لهذه البرامج في اليمن. مشكلة أخرى هي التمويل هو برغم أنه أنا أستطيع أقول لك أن التعليم في اليمن لم يتوقف. لم يتوقف كتوقف، لكن في مدارس أغلقت، في طلبة نازحين، في معلمين نازحين، وبالتالي وفي معلمين بلا مرتبات، وبالتالي مع هذا استمرت العملية التربية التعليمية. وأمس وزير التربية التعليم على النتائج الثانوية العامة من عدن، يعني ما زالت مستمرة. لكن هل هذا الاستمرارية هي استمرارية كاملة ناضجة في كل المدارس في كل البلد، تشمل كل المدارس، تشمل كل الأبناء والبنات؟ وإلا هناك سيل جرار بيروح اليوم للأمية، الأمية القرائية والكتابية والأمية المهارية بشكل أكبر. وأيضا العقد وأيضا أوضاع النساء هن اللي وأيضا العقد النفسية واحتياجات اللوح النفسي للمعلمين، اللوح النفسي للطلبة، اللوح النفسي للآباء والأمهات. كل هذه انعكاساتها تؤدي وتأثر سلبا على التنشئة وعلى العملية التربوية التعليمية. المخرجات هي أيضا عدم التمييز ما بين رجل وامرأة، وعدد النساء اليوم هم أكثر النساء هم الأكثر في اليمن، هذا في الدول العربية كلها، وهذا لازم ينطرح، لازم ينطرح بقوة. قضايا المدنية لازم تنطرح بقوة، بمعنى إذا كل ما كانت المناهج حاملة لقيم التربية المدنية كلما ساهمت في تحسين أوضاع المجتمع وتخفيف التوترات الداخلية
وبالتالي الناس بتصير تشارك بشكل سلمي. كبير يعني اصبحت اليوم موجوده بشكل كبير جدا. هذه الامور الفرعيه ربما الهويات الفرعيه التي اصبحت موجوده اليوم بشكل كبير لم تكن موجوده في السابق باعتقادي. يعني الهويه الوطنيه احنا كنا نتكلم في السابق عن الهويه القوميه. نعم. اليوم بعد انتقلنا للهويه الوطنيه للحين بننتقل للهويه الاصغر والاصغر والاصغر والكرويه واصبحنا الكرويه وما دون الكرويه. المواطنه ضروريه جدا في المناهج العربية، لازم إعادة الاعتبار لقيم التربية المواطنية. سأعود لكم. انضم لنا الآن أستاذ جواد القصوص مدير الجمعية الألمانية لتعليم الكبار بالأردن دي في في انترناشونال المختص بالتعليم غير النظامي وغير رسمي. أهلا وسهلا فيك أستاذ جواد. أستاذ جواد تفضلي. يا أهلا وسهلا فيك. أكيد استمعت للحديث من الأستاذ الدكتور عبد السلام الجوفي والأستاذ رفعت الصباح ونحن نتحدث بنفس الإطار وهو طبعا المواطنة وزرع طبعا العديد من القيم في أبنائنا، ليس فقط قراءة وكتابة، نتحدث عن محو أمية أكبر من ذلك، ليس كذلك؟ ياريت نتحدث عن جمعيتكم اللي بتقوموا فيه من عمل، ونتحدث عن الأردن أيضا يعني من 1952 حتى اليوم. يعني ياريت تعطينا صورة عامة كل 10 سنوات كيف كانت النسب وعن الجهود المبذولة في هذا الإطار. إن شاء الله. أولا أنا اسمح لي أتقدم لكم الشكر والتحية لكل الزملاء اللي عم بيجروا الحوار معهم. الله يخليك. وبعتقد أنه هذا الموضوع ذو أهمية خاصة جدا، وأنا بتقدم هون بالشكر لإذاعتكم الكريمة على الإضاءة في مناسبة اليوم العالمي للأمية على هذا الموضوع نظرا لأهميته حقيقة. اسمحي لي بالبداية أشير إلى أنه إحنا بالجمعية الألمانية لتعليم الكبار، نحن جمعية ألمانية مسجلة في الأردن ونعمل تقريبا منذ العام 2010، ونتناول موضوع الكبار ضمن إطار تنموي، أي ليس محصورا فقط بمحاربة الأمية. طبعا هون بدي أشير بالنسبة للأردن والدور اللي بذل الأردن في عملية محاربة الأمية. إذا نشوف أنه مثلا على سبيل المثال في العام 1952 وحسب الإحصائيات الرسمية كان عدد أو نسبة الأميين في الأردن 88%، وهذا رقم مهول جدا. بينما في عام 1961 انخفضت هذه النسبة إلى 67.6% كأمية. انتقال للعام 1990 أصبحت النسبة 19.5% إلى أن وصلت حتى نهاية العام الماضي أي 2017 إلى 5.2%. اليوم نتحدث عن 3% في الأردن تقريبا. يعني 5.2 الإعلان الرسمي حسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. وهي مقسومة كالتالي: 2.9% نسبة الأمية للذكور و 7.5% للإناث. دائما النساء يعني سبقات في هذا المجال. كذلك للأسف. نعم للأسف، مع أن العلم أن دور المرأة مركزي ومحوري ومهم في الحياة الاجتماعية. أكيد. إذن هناك نعم، إذن هناك من ضمن البرامج، إذن طب هل الدولة بتقوم بإشراك يعني الأمية في التنمية؟ هل هناك إشراك في برامجها؟ ولا ما زلنا ننظر إلى الأمية بمفهومها القديم هي قراءة وكتابة فقط؟ نعم. إشراك مين بالضبط فاتني؟ يعني هل تعليم الكبار بالنسبة لإلهم صارت أداة للتنمية؟ تعليم الكبار هو أداة للتنمية؟ هون يمكن أنا بدي اسمحي لي أوضح نقطة، إنه الأردن من خلال وزارة التربية والتعليم تقوم بأدوار فعلا بقدر أقول رائدة بهذا المجال، اللي استطاعوا أن يخفضوا النسبة لهذا المعدل وهي الفترة الزمنية. لكن يعني بالرغم من إنه سياسات وزارة التربية والتعليم ضمن تسهيلاتها وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني، يعني في أي منطقة في الأردن بيكون فيها مثلا لو استطاعوا أن يجمعوا 10 دارسين من الأميين، فالوزارة التربية والتعليم تقوم بتوفير كافة اللوازم من أدوات مناهج معلمين حتى يعطوا في هاي يساهموا بعملية محو الأمية، وهذا اللي ساهم كثير بتخفيض النسبة بهذا الشكل. لكن لغاية الآن مفهوم تعليم الكبار مفهوم تعليم الكبار في الأردن لا يزال بتوقع ضبابي وغير مرتبط
بعملية التنمية بشكل نعم. أساسي. نعم. ما زلنا نركز. على القراءة والكتابة. نعم. بالضبط، باعتبار إنه القراءة والكتابة والحساب هي أدوات المعرفة. نعم. لكن هي فعلا أدوات معرفة، لكن بعتقد إنه بالعصر الحالي اللي وصلنا فيه لعصر الحاسوب والعصر الرقمي ومع التواصل وما إلى ذلك، لم تعد هاي العملية كافية. المطلوب الآن هو وضع برامج تعمل على التأثير في النمط التفكيري، المايندسيت عمليا، والعمل على الانتقال بالعقل من العقل الناقل إلى العقل الناقد. نعم. أي العقل الذي يستطيع أن يرى التناقضات ويستطيع عوضا عن رؤية المشاكل أن يرى الخيارات، وبالتالي يصبح لدى المواطن فرصة مشارك. على اتخاذ قرار، كذلك اتخاذ قرارات. نعم. بالضبط. وهي مسألة يعني حيوية جدا ومهمة، خاصة إذا نحكي عن مسار تنموي أساسا. أكيد، لأنه هناك ربط كبير لطبعاً التعليم بالتنمية، وأيضاً 2030 اللي أنتوا جايين هنا إلى اليونسكو، أليس كذلك ضيوفنا الكرام، للمشاركة بهذه اللجنة التوجيهية العليا. خلونا نتحدث، ربما انتهى وقت البرنامج، يعني وهو أمر هام جداً، وهو المال، أليس كذلك، تمويل. وهناك أيضاً القرار الدولي قال 97% من التمويل بيكون محلي، أي من الضرائب. نظام الضريبي في العالم العربي برأيكم، هل هو يعني نظام ضريبي جيد ممكن أنه يجبي هذه الأموال ويساهم في عملية التنمية والتعليم؟ نبدأ لك أستاذ. الأزمة الحقيقية هي أزمة تمويلية في أغلب الوطن العربي، إذا استثنينا دول الخليج. الأزمة، وحتى دول الخليج التوظيف للمال أيضا ما زال هناك قضية مختلفة. لكن خلينا نتكلم عن الوفرة المالية. أغلب الدول العربية تعاني من نقص تمويلي حاد في التعليم، وبالتالي المعلمين والمعلمات يعانوا، إما هناك نقص في عدد المعلمين والمعلمات، وأيضا نقص في تمويل المعلمين والمعلمات. حتى وزارة المالية عندما يقال لهم أن مرتبات المعلمين ضعيفة، يحسب كم عدد المعلمين لو زودها نسبة 1% و 2%، وبالتالي يضخم الرقم ويعتبرها كارثية، وينظر للتعليم على أنه خدمة وليس استثمار. وهذا هو الفرق، أنه ما زالت الحكومات العربية تنظر للتعليم على أنها خدمة تقدم للناس وليس استثمار. هو هذا الاستثمار حقيقي سيعود على البلد بالتنمية الاقتصادية. ما الذي يجب عمله بثواني؟ ماذا يجب عمله؟ ما يجب على ذلك الالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدول العربية، وفي نفس الوقت المؤسسة المانحة. الحقيقة هناك التزامات دولية على الدول المانحة وعلى الصناديق الدولية وعلى مؤسسات الدعم التربوي، عليها أن تفي بالتزاماتها. لا يمكن اطلاقا ان نتكلم على مجتمع، لانه ما يحدث في دوله من الدول هو ينعكس اليوم في ظل العولمه، ما يحدث في اليمن هو ينعكس نفسه على امريكا، وما يحدث في الجزائر هو يحدث نفسه على فرنسا وعلى امريكا وعلى اليابان وعلى الصين. ونفس كيفيه التزاماتها. اذا نعم استاذ رفعت، انا هو المطلوب الدعوه الان ان تكون 97% من التمويل المحلي. هذا لن يحدث الا بشروط. نعم. محاربه الفساد، لا يمكن أنك تقدر توفر هذا محليا إذا لم يتم محاربة الفساد. اثنين، أن يكون هناك نظام ضريبي عادل. نعم. لأنه أنظمة الضريبة في الوطن العربي كلها الجباية. هي إرث كولونيال يعني استعماري. يعني الاستعمار كان يبني نظام ضريبي مشان يلم مصاري مش مشان يدفع. هذا بده إعادة النظر ويكون في عدالة ضريبية، مش بالآخر أنه الفقراء هم اللي يدفعوا أيضا ثمن تعليمهم. نعم. فهذا المطلوب، لأنه المطلوب من الدول المانحة 3% يعني الدعوة، ولهذا سبب. بس في هناك إشكالية أنا بحب أقول أحكيها في هذا الإطار. نعم. يعني وحضرنا حكيت لليونسكو إنه طب كيف أنا بدي أعمل في اليمن؟ اليمن كيف بده يدبر 97% من الضريبة؟ إذا الدولة مش موجودة، الحكومة مش موجودة، مش مسيطرة على مصادرها، فلسطين من لا مسيطرة على أرض ولا بحر ولا جو، منين بدهم يجيبوا 97%؟ وبالتالي في هناك دعوة إنه يكون في هناك تعامل خاص مع الدول اللي بسموها اللي في الإمرجنسي في الطوارئ، ويكون في حسابات خاصة فيها. طيب أستاذ جواد، ما هي الحلول برأيك بثواني؟ نتحدث الآن عن الحلول بثواني، كل واحد فيكم بثواني. أستاذ جواد تفضل. شكرا. ما هي الحلول بثواني؟ طبعا أوكي، بس ببداية بدي أقول أنه هاي الدعوة هي دعوة ضالة إلى حد ما،
لانه زي ما تفضلوا الزملاء مش كل الدول بتسيطر على مواردها، وفي دول مثل الاردن هي دوله بتتعرض لازمات مستمره، سواء ازمات اللجوء وما قبل اللجوء وما بيتركب عليه بعد اللجوء. وبالتالي انا بعتقد انه احد الحلول الناجعه يمكن تكون اللي هو ان يكون اعاده النظر في عمليات الانفاق في التعليم واعاده ترشيدها بحيث تكون عمليه مجديه الى حد ما. لكن بالنهايه بعتقد على الدول الرئيسيه الكبرى المساهمه في عمليات التنميه، لان الدول الفقيره هي احد ضحايا. نعم. استاذ سعيد بثواني، ما هي الحلول بالنسبه للمغرب؟ والله بالنسبه للحلول في المغرب مثلا لا بد من إبناز الجامعة المغربية في برامج محاربة الأمية، لا بد من تكوين مستمع للمؤثرين العاملين مباشرة مع المستفيدين، كذلك لا بد من اعتماد مقاربات تربوية متنوعة. أيضا لا بد من الاهتمام كذلك بالجانب اللغوي. عندنا في المغرب نعرف أن هناك اللغة الأمازيغية، نسبة كبيرة من السكان ينطقون الأمازيغية، ممكن اعتمادها كلغة للتواصل، لأن يعني الهدف هو تمكين التأهيل. هذه بعض النقاط. النقطة الأساسية المتعلقة بالتمويل، من خلال منبركم نناشد الدولة بالالتزام بتعهداتها مع الجمعيات. جميل أستاذ سعيد. المماطلة في التمويل. نعم، إذا يكون هناك تمويل وعدم المماطلة بالتمويل. أستاذ الدكتور عبد السلام، بثواني، كلمة النهاية، ما هي الحلول؟ كلمة النهاية لابد من وجود خطة عربية شاملة للنهوض بالتعليم، ليس فقط الإتاحة ولكن جودة التعليم هي الأساس وهي المفتاح، وربط التعليم بسوق العمل. هذا مهم جدا. أستاذ رفعت، بالضرورة إعادة قراءة النجاح والفشل في تاريخنا فيما يتعلق في بناء الأنظمة التعليمية، وأيضا إعادة النظر في إنتاجية التعليم، نظام التعليم، بحيث وهذا يتطلب أيضا كما أكدنا رؤية مجتمعية، مشاركة مجتمعية ومساءلة مجتمعية. بدون أن تكون هناك مشاركة مجتمعية فيما يتعلق في التعليم بتحديدا، لن تكون عملية نهضة حقيقية في هذا الإطار. ونتمنى أنه العام القادم يكون الوضع تغير، نتمنى طبعا، هذا ما نتمنى دائما. شكرا للأستاذ الدكتور عبد السلام جوفي، وزير التربية والتعليم في اليمن سابقا، مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج، عضو اللجنة التوجيهية العليا للتعليم 2030. شكرا للأستاذ رفعت الصباح، السكرتير العام للحملة العربية للتعليم، مدير عام مركز إبداع المعلم، وأيضا عضو اللجنة التوجيهية العليا للتعليم 2030. شكرا لسعيد سروت، منسق برامج تعليم الكبار والتربية غير النظامية في جمعية الأمل للتربية والتنمية من المغرب. شكرا للأستاذ سعيد. شكرا للأستاذ جواد القصوص، مدير الجمعية الألمانية لتعليم الكبار الأردن، مختص بالتعليم غير النظامي وغير الرسمي. شكرا لفبيان من الهندسة الإذاعية، يوسف حبش في الإعداد والتنسيق، مني من نعمات، كل الحب، إلى اللقاء.